الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير، وأرجو أن يكون مفهوما منكم جميعا، ما يسمى العلاقة بين الإنتاج الكلي والإنتاج الحدي ومتوسط الإنتاج. هذه ثلاثة كميات أو ثلاث كميات مختلفة: الإنتاج الكلي total product، والإنتاج الحدي marginal product، ومتوسط الإنتاج اللي هو average product، total marginal and average product، طبعا of labor of capital أو أي شيء، لكن الآن أركز فقط على الناتج الحدي، الناتج الكلي للعمالة، الناتج الحدي للعمالة، ومتوسط الإنتاج للعمالة. وعلى بركة الله نبدأ. الآن هناك علاقة ذات معنى بين كل من الإنتاج الكلي total product اختصاره TP، والإنتاج الحدي marginal product اللي هو marginal product مختصرها MP، ومتوسط الإنتاج average product AP في عملية الإنتاج لصناعة ما أو لمنشأة ما، صناعة السيارات، صناعة الطائرات، صناعة الحواسيب شو مكان، أو لمنشأة ما. يعني هذه الأفكار والمبادئ تنطبق على الصناعة بأكملها أو لمنشأة ما. الآن على سبيل المثال نفترض بأن البيانات الآتي تمثل كمية الإنتاج total product TP هذه لمنشأة ما مقابل مستويات معينة من العمالة، لكن نفترض هنا بأن كمية رأس المال capital رمزها K ثابتة. إذا العمالة التي تتغير هنا مدخل العمالة التي تتغير، لكن كمية رأس المال ثابتة، وبالتالي هنا K تساوي 100 ثابتة، لكن عندي الآن هذه كمية العمالة 1 2 3 4 وهكذا، كمية الآن الإنتاج مقابل كل مستوى من مستويات العمالة ارتفعت من 5 إلى 12 إلى 22 وهكذا إلى انتهينا ب 63. فإذا الآن كميات العمالة أو مدخلات إنتاج العمالة هنا، مدخلات إنتاج من العمالة تتغير بمقدار وحدة واحد، يعني انتقلنا من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 حضوري، الزيادة 1 1 1، لكن كمية الإنتاج ترتفع، ارتفعت إلى 67 ثم أخذت بالإخبار بعد ذلك. لكن هنا بهمني ما يسمى الآن، نعرف هذا هو الناتج الحدي للعمالة marginal product of labor، كل وحدة عمالة أدخلناها على عملية الإنتاج كم الآن أضافت إلى الإنتاج الكلي. هنا التعريف marginal product of labor اللي هو كمية الإنتاج من كل وحدة عمالة إضافية، هي التغير في التوتال برودكت للليبر، التوتال برودكت 5 12 22 وهكذا الى 63. فالتغير في التوتال برودكت مقسم على التغير في كميه العماله. التغير في كميه العماله تتغير بمقدار وحده واحده من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 وهكذا، لاحظوا لي 1 1 1 الاضافه، لكن التوتال برودكت ارتفعت من 5 إلى 12 إلى 22 إلى 35 وهكذا، ارتفعت إلى حد أقصى مقداره 67، هنا استقرت عن 67، بعد ذلك أخذت بالانخفاض عندما أدخلنا الوحدة 11 من العمالة أنتجنا 66، وعندما أدخلنا الوحدة 12 أوكي أنتجنا 63. وبالتالي هنا نريد أن نعرف ما هو ما هي العلاقة الآن. فالمارجن برودكت هنا، هذا هو المارجن برودكت، لاحظوا لي عندما زدنا كمية العمالة من 1 إلى 2 زادت كمية الإنتاج من 5 إلى 12، إذن الزيادة من الوحدة الثانية كانت 7. عندما زدنا كمية العمالة من 2 إلى 3 زادت كمية الإنتاج من 12 إلى 22، معناته هاي الوحدة الثانية أدت إلى زيادة الإنتاج مقدار 10، وهكذا وهكذا. يعني لاحظوا لي 7 هي حاصل الفرق بين 12 و5، ثم 10 الفرق بين 22 و12، ثم 13 الفرق بين 35 و22، وهكذا. لاحظوا الفرق الآن بين 49 و35 هي 14. هذه هو الآن التغير في كمية الإنتاج هنا نسبة إلى التغير في العمالة هنا، وبالتالي تساوي 7 10 13 وهكذا. هذا الآن لاحظوا لي هنا بالسالب. طبعا من ناحية عملية لا يمكن أن نتصور من ناحية عملية أنه منشأة بتكون تفكر بتعظيم أرباحها أن توظف مقدار، يعني كمية عمالة تؤدي إلى انخفاض الناتج الكلي. لاحظوا لهم من 67 إلى 66 ثم 63، لكن نظريا قد تحدث، عمليا يعني نستبعدها بالحياة العملية. إذن هذا تعريف الناتج الحدي
للعمالة هو التغير في التوتال برودكت، تغير في الإنتاج الكلي مقسم على التغير في كمية العمالة. ننتقل الآن بعد إعادة هالأشياء نعيدها هذه فقط للتذكير إن مارج برودكت بليبر يساوي التغير في التوتال برودكت بليبر مقسم على التغير في الليبر. الآن متوسط الإنتاج العمالة average product of labor AP sub L هنا يعرف كما يلي: AP sub L تساوي التوتال برودكت اللي هو الإنتاج الكلي للعمالة مقسم على كمية العمال أو عدد وحدات ساعات العمل هنا أو وحدات العمل. وبالتالي لو عدنا إلى البيانات ثاني مرة، هذه كي ثابتة عندي كمية العمالة 1, 2, 3 إلى 12، لاحظوا تتغير بمقدار واحد، هاي كمية الإنتاج أوكي، وهذه الناتج الحدي. الآن ما الذي قمنا به؟ تقسيم كمية الإنتاج على عدد وحدات العمل، 12 على 2 22 على 3 35. طبعا هو 5 على 1 استثنيتها مؤقتا، لكن يعني يمكن نقول نقسم 5 على 1، وبالتالي لأن استثنيتها فلم أضع هنا مقدارا، وضعت الآن 12 على 2 6، 22 تقسيم 3 7.33%، 35 تقسيم 4 تساوي 8.3 أرباع هنا، وهكذا. هاي إذا الأفريج برودكت بليبر. مثل ما تصورنا الآن بأن كمية الإنتاج ارتفعت حتى وصلت حدا أقصى مقداره 67 ثم أخذت بالانخفاض بعد ذلك، كذلك الأمر الآن الناتج الحدي لكل وحدة عمل إضافية ارتفعت من 7 إلى 12 إلى 13 إلى 14، هذا الحد الأقصى ثم أخذت بالانخفاض بعد ذلك. هنا الشيء ذاته أو الظاهر نفسها تحدث أنه متوسط الإنتاج ارتفع من 5 إلى 6 إلى 7.33 إلى 8.3 أرباع إلى 9.8 ثم أخذت بالانخفاض بعد ذلك. كيف يمكن لنا الآن أن نمثل ذلك بيانيا حتى نستكشف العلاقة بين التوتال برودكت، المارجن برودكت، والأفرج برودكت أو الإنتاج الكلي، الإنتاج الحدي، متوسط الإنتاج؟ هذه آخر شريحة الآن هي هنا تبتيل بياني. هذه الكميات أعيدها هنا، لكن الآن التمثيل بياني هنا على المحور الأفقي كمية وحدات العمل الداخلة في الإنتاج الآن، وهون الآن ما يسمى بالإنتاج الكلي، الإنتاج الحدي، ومتوسط الإنتاج. الآن لاحظوا لي الإنتاج الكلي ارتفع من 5 إلى 12 إلى 22 وهكذا إلى أن وصل إلى حد أقصى 67 ثم أخذ بالإخفاض بعد ذلك. هذا هو الآن الإنتاج الكلي، وصل للحد الأقصى هنا، هناك نقطتان هنا على الماكسيمم هذا والحد الأقصى 67 67، لكن أخذ بالإخفاض بعد ذلك. الآن بالكيفية ذاتها بدنا نشوف الآن، يعني نريد أن نتحقق من العلاقة. الآن هنا لاحظوا عندما كان الإنتاج بارتفاع كان الناتج الحدي بارتفاع، وصل حدا أقصى هنا لاحظوا 67، هنا الآن لاحظوا حد أقصى الناتج الحدي وصل إلى 14، وبالتالي هذه العلاقة لاحظوا لي عند كمية أقل، وبالتالي هنا هذا المارجن برودكت وصل إلى حد أقصى ثم أخذ بالانخفاض، عندي الحد الأقصى 14 ثم أخذ بالانخفاض بعد ذلك. نأتي على العمود الأخير اللي هو متوسط الإنتاج. هذا متوسط الإنتاج هنا لاحظوا لي ما فيش هنا طبعا حذفناها لأن مستحيل نطلعها، هاي 5 ثم 6 وهكذا، لكن هنا نلاحظ الشيء عندما كان هذا بارتفاع هذا ارتفع وصل حد الأقصى، عندما أخذ بالانخفاض هذا أوكي هذا أخذ بالانخفاض، لكن لاحظوا لي الآن أنه هناك نقطة التقاء بين الناتج الحدي للعمالة ومتوسط الإنتاج. هذه النقطة هنا بتقول لنا على أنه الناتج الحدي وهو صاعد يرفع مع المتوسط، وهو منخفض الآن يأخذ هذا من الانخفاض، لكن بيلتقوا عند نقطة، هذه النقطة هنا هذه هي ما يسمى النهاية العظمى لمتوسط الإنتاج، متوسط الإنتاج. وبالتالي منحنى الناتج الحدي يخترق منحنى متوسط الإنتاج عند أعظم نقطة لمتوسط الإنتاج، لكن العلاقة واضحة الآن. هنا نقطة الالتقاء أنه عند نقطة النهاية العظمى الأفريج برودكت أو متوسط الإنتاج، عندما يرتفع الناتج الحدي المتوسط يرتفع، وعندما يأخذ بالانخفاض يأخذ هذا المتوسط بالانخفاض. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا،
وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.